بنتي عندها 17 سنة تعرفت على زميل لها في المدرسة وهي في ثالثة سنة. اسمعي حلو، ركزوا معايا في الحتة دي. وارتبطوا ببعض واتفقوا على انهم هيكملوا مع بعض من غير ارتباط. وادوا وعد لبعض انهم لبعض بعد ما يخلصوا الجامعة ان شاء الله، والعلاقة تفضل في حدود الصداقة. الاثنين بصراحة في منتهى الادب والعقل ونفس المستوى الاجتماعي والمادي. حتى انا اعرف والدته وهي توفت السنة اللي فاتت وكانت ست في منتهى الادب. مشكلتي اني شايفة انهم لسه صغيرين قوي على كده. على ايه كده؟ يعني على الحب. هو كده اللي هو ايه؟ ارتباطهم. وكل حد فيهم دخل جامعة مختلفة واكيد هيقابلوا ناس تانية، ممكن مشاعرهم تتغير وده وارد وطبيعي. وقلت لبنتي الكلام ده، طبعا ما سمعتش كلامي. من ناحية تانية طبعا الولد مصر، ده محترم، مصر على ان إيه؟ بنتي تقول لي كل حاجة واني رافضة اخليه، وانا رافضة اخليه يعرف اني عرفت عشان الموضوع ما يبقاش عادي بالنسبة له. وانا كمان بتحاسب على الوعد ده وهو بيزن على بنتي انها تقول لي ومش عارفه اعمل ايه. بصي انا عايزه اقول لك حاجه، طبعا انت خايفه على بنتك، خايفه على وضعها اللي جاب القلعه. انا عايزه الولد ده محترم قوي. بصي، واحد عارفه امه وعارفه اهله وعارفه مستواه ومؤدب ومحترم، انا اروح اخليها تتعرف على واحد تاني ما اعرفش عنه حاجه؟ يعني انا بالعكس، ده انا اعزز العلاقه. وبعدين ده ابن صاحبتي اللي توفت، يعني انا امه دلوقتي. لا هي مش صاحبتها، هي يعني هي تعرف مامته بس، يعني تعرفها، يعني ما كانوش اصحاب، يعني تعرف عيلته. اه لكن يعني قصدي ما احتضن الولد ان امه، ما اكيد محتاج ام. بالعكس انا شايفه ان هو يقعد يتكلم معاكي وتبقي انت عارفه عشان عينك على بنتك طبعا لانها صغيره برضو. هو محترم وهي محترمة، حلوة قوي. لكن أنا لما توج يعني يتقابلوا، أنا ما عنديش مانع خالص يتقابلوا عادي. آه طبعا طبعا عادي. آه طبعا أنا وبنتي، آه عايزة أعرف وأقعد معهم وأخرج معاهم وأعزمهم عندي وأشوف. هم يتقابلوا الولد والبنت عادي. إيه؟ ما هم أكيد هيتقابلوا في نادي في، يعني من ورايا. والحلو أنها تبقى من ورايا. الولد محترم، الولد ابن ناس لسه صغيرين اصلا، دول ده لعب عيال، ده كله عيال. لكن الولد هم نفس ولا يعني هم هيوصلوا للاخر ان هم يبقوا اصدقاء طبعا، يعني ممكن يتجوزوا حاجات مش، وبرده ده بقى انا ما حبذوش لانه بدري جدا يعني. لا مش دلوقتي القرار، و17 هيبقوا اصدقاء لبعد ما يخلصوا. هم متعاملين كصداقه بس طبعا لو في مشاعر مش هتخش غصب عنها طبعا. بس انت ليه ما تتعرفيش عليهم؟ بالعكس انا احب ابقى جوه الموضوع. اهدي مش بره. اهدي اهدي يا منار، انا احب ابقى جوه الموضوع مش بره. فده مهم جدا 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 في الحته دي بالذات طبعا.